السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. ايه اللي بيحصل في القناة وفي احصائيات القناة لما بتنتظم في الفيديوهات؟ طيب في البداية كده، يعني ايه انتظام في الفيديوهات؟ انتظام في الفيديوهات يعني انك تنزل فيديو بمعدل ثابت، وبالذات لما تنزل فيديو كل يوم لفترة معينة. انا مثلا بقالي اسبوعين بنزل فيديوهات كل يوم، او نقول مثلا بقالي 12 حلقة بنزل فيديوهات كل يوم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان فيه هيبقى فيه تغيير طفيف في حاجات كتير قوي في القناة، فهنتكلم على بعض من الحاجات دي النهاردة، واهمهم الارباح والمشاهدات. بالنسبة للارباح، لما بدأت انزل فيديوهات كل يوم، لا الارباح زادت، لا فعلا زادت. يعني بدل ما كنت مثلا ممكن تكسب دولار في اليوم، دولار الا شوية في اليوم، 77 سنت 80 سنت 90 سنت، لا بقيت توصل $2 $2.5، بقيت توصل لارقام كويسه جدا في اليوم. فده ممتاز جدا بصراحه. من ساعه ما بدات انزل فيديوهات بشكل منتظم، فال10 فيديوهات او ال12 فيديو اللي انا نزلتهم دول، لا كل فيديو فعلا جاب ارباح كويسه، وكل فيديو كان معدي في الارباح كويسه جدا يعني. وده راجع لسببين، سبب الانتظام، والسبب التاني هو ان النهارده احنا في شهر رمضان. يعني الفيديوهات الاخيره الايام الاخيره الناس بتشوفها فيديوهات هي ايام شهر رمضان، فاكيد في اعلانات مختلفه، فبرضه هتلاقي زياده في الارباح طفيفه شويه. يعني لو جينا نتكلم عن ناحيه المشاهدات، فالمشاهدات ايوه المشاهدات زادت، وزادت جدا كمان، زادت بنسبه 50%. بدل ما كنت بجيب كل يوم مثلا 2000 3000 مشاهده، لا بقيت اجيب 5000 مشاهده. بدل ما كنت بجيب كل 48 ساعه 10000 مشاهده، لا ممكن اعدي 15000 مشاهده. بقيت برضه المشاهدات بقت كويسه جدا معايا، ودي حاجه وسطاني جدا الحقيقه يعني. وبرضه لما المشاهدات هتزيد، فاكيد المشتركين هيزيدوا، فبرضه الموضوع كله جايب بعضه. ده يرجع لايه؟ يرجع لموضوع الاستمراريه. انت لما بتستمر في عمل فيديوهات، بيزيد فرصتك في انك تظهر في محركات البحث. لما تظهر محركات البحث بشكل اكبر، هتلاقي الناس بتخش على قناتك اكتر، هتلاقي مشاهداتك زادت اكتر، هتلاقي مشتركينك زادوا اكتر، هتلاقي كل حاجه زادت. فالموضوع ده مهم جدا طبعا. يبقى الاستمراريه هي اهم حاجه في اليوتيوب. ناس كتير قالت كده، وانا كمان بقول كده وبضم صوتي صوت الناس دي. الاستمراريه هي اهم حاجه في اليوتيوب. بعتذر على، هتلاقي ممكن تلاقي صوتي مختلف شويه، تلاقيني مرهق لان انا صايم طبعا دلوقتي، واحنا دلوقتي اصلا 8 الصبح او 8 وشويه وصايم، ونمت شويه يعني. انا صاحي من شويه، يعني اللي هو مثلا كنت صاحي بقالي حاجه 20 ساعه مثلا، وفضلت صاحي، بعد كده نمت ساعتين. الساعتين دول عطشوني جدا، فانا هموت من العطش دلوقتي. التغيير اللي حصل في القناه هو كان في الارباح، كان في المشاهدات، وكان في المشتركين. الثلاثه، الحاجات الثلاثه اللي الناس كلها بتدور عليها في اي قناه يوتيوب، الحاجات دي فعلا زادت بمجرد ما انا استمريت في 10 فيديوهات بس، اللي هو 10 12 فيديو نزلتهم بشكل مستمر كل يوم فيديو. ده زود من كل احصائيات القناه، فده مهم جدا يا شباب. فاهم حاجه في اليوتيوب زي ما قلت هي الاستمراريه. لازم تستمر في عمل الحاجه اللي انت بتعملها دي، ولازم تعملها باستمرار. حتى يعني لو كانت الحاجه دي بسيطه، فلازم تعملها باستمرار. لو مثلا زي التقنيه هي مش بسيطه وبتحتاج تجمع معلومات وبتاع، لكن تقدر تعمل كل فيديو كل يوم فيديو، انت تقدر تعمل كده، ولكن انت اللي بتكسل لو انت اللي مش عايز. برضه اشارك معاك حاجه ثانيه خالص، من اهم الحاجات بقى اللي تخلي الواحد يقدر يعمل فيديوهات كل يوم، التحدي. انك تتحدى الظروف اللي انت فيها. لو انت مثلا عندك ظروف الاضاءه مثلا مش حلوه، الكاميرا بتاعتك مش حلوه، في حاجات كتير قوي توقفك، لا اتحدى نفسك في الحاجات دي، وحاول انك تقدم فيديو كل يوم. ده اللي انا عملته في الفتره دي. انا عندي امتحان كمان اسبوع او كمان 13 يوم 13 يوم بالظبط، او اسبوعين يعني 13 يوم. المهم الامتحان ده تقريبا يعني ما اعرفش كتير عنه، وبرده عندي امتحانات كتير يعني بتاعت الثانوي، شهر تقريبا امتحانات، فربنا يستر. فالموضوع يعني انا بتكلم على ده برده تحدي، يعني انت برده يعني مركز في حاجه، وبعد كده قلت تركيزك ده خالص للشغل اللي انت فيه او للحاجه اللي انت بتحبها. فبرده الموضوع ده تحدي، وتحدي كبير جدا كمان. وتلاقي الناس كلها في التعليقات تقول لك يا ابني انت عندك امتحانات، يا ابني يا ابني يا ابني، وانا كل يوم بعمل فيديو وما عملتش كده اصلا في الوقت اللي انا كنت فاضي فيه، وما عملتش ما عنديش فيه امتحانات. هو ده بقى الجنان والتخلف يعني. ملخص الموضوع، استمر في عمل فيديوهات في اليوتيوب، ده هيفيدك جدا، وهيخليك تحقق تارجت انت حتى ما تتخيلوش، وده اللي انا هستهدفه باذن الله في الوصول ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه دي. تاني حاجه، ما تعملش فيديوهات وانت صايم، لان الموضوع مش سهل. والحاجه الاخيره انا حابب اتكلم فيها برضو، ان انا دي تقريبا هتبقى اخر حلقه من حلقات الاستمرار اللي انا كنت فيه. كفايه بقى الاستمرار دون، وانا بصراحه يعني لازم اذاكر الفتره الجايه دي. خلاص 10 ايام ولا كام يوم وخلاص هيبقى عندي امتحان، خلاص الموضوع خلص، السنه خلصت وخلاص. انا هبقى بعد السنه دي فاضي بنسبه كبيره، هبقى فاضي يعني. عديت ان شاء الله السنه دي كويس وتمام وكل حاجه. هدخل برضو يعني هنتكلم في الموضوع في حلقه ثانيه، لكن الموضوع برضو هبقى فاضي عامه. فانا هبقى مركز في اليوتيوب، هبقى مركز في الربح من الانترنت والشغل على النت
بنسبه كبيره هعمل موقع الكتروني، هبدا اركز في حاجات كتيره جدا. فالموضوع الشغل على النت والانترنت بالنسبه لي هيبقى حاجه اساسيه جدا. فاستنوني ان شاء الله بعد ان شاء الله بعد الامتحانات، انا اخلص امتحانات وكده. ولكن طبعا في الفتره اللي بين يعني الفتره الجايه دي اكيد هنزل فيديوهات، ولكن مش باستمرار، مش كل يوم. ولكن لو جالي فرصه ان اعمل فيديو بكره مثلا فاكيد مش هتاخر يعني، بس غالبا مش هيبقى في فيديو بكره. وانا اسف جدا انا بقول كده، ولكن الموضوع فعلا خرج من ايدي خالص، لان زي ما قلت لك الاوضه اللي انا فيها دي اصلا حر جدا جدا، والسوفت بوكس بيعمل درجه حراره مش طبيعيه، بكون قاعد هموت. ولا ما ينفعش طبعا اشغل حاجه مروحه او حاجه لانها هتبوظ المايك اكتر ما هو بايظ اصلا. فالدنيا تبقى صعبه يعني بالنسبه لي خالص في الاوضه دي، وكمان صايم والحته حر وكده، المفروض اصلا هنام دلوقتي. فربنا يستر يعني. بس كده، فانا ما كنتش دوشتكش النهارده، ويعني كانت حلقه سريعه وبسيطه. ان احنا الدقيقه كام دلوقتي؟ تمام، حلقه بسيطه وسريعه كده، وحبيت بس ايه اشارك معاك موضوع الاستمراريه ده عمل ايه في القناه. وزي ما قلت لك الموضوع حلو جدا جدا، فانت لو بتعمل حاجه حاول تستمر فيها. بس كده، يا ريت عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه لو كنت اول مره تشوفني. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.